ست في حليمة، العمر ديالي 48 سنة، تسكن بالجديدة، تنعاني من السمنة زيادة الوزن، تنوزن 350 كيلوغرام. ما عمرني ما لبس بحال ما تيلبسو الصديقات ديالي وصحاباتي، وهذا ما عمرني ما مدة ست سنين ما خرجت، ما شفتش الزنقة، ما شفتش ما خرجت ما الوالدة عندي مدة ست سنين، ما عمرني ما شفتها. حتى شي واحد ما يبغي على خو ولا لختو ولا لميمتو ولا هاد الحالة اللي أنا فيها، ما نبغي حتى شي واحد. ضاقت بهم السبل، فبات أملهم الوحيد في الحياة طرق باب الرحمة. برنامج حياتي يسلط الضوء في أولى حلقاته على معاناة سيدة حليمة، امرأة تخطى الوزن ديالها 350 كيلوغرام، منعتها سمنتها المفرطة من رؤية الشمس لأزيد من 6 سنوات، وحرمتها من تكوين أسرة، بل أكثر من هذا أفقدتها القدرة على الحركة، لكن لم تفقدها الأمل في الحصول على حياة أفضل. كرهتش نكون عندي تنا اسره وهذا، ولكن الحمد لله ربي عودني ببنت اختي وبنتي حتى انا، يعني مادام برات بيا وهزت بيا وجلست معايا وصابره لي كل شيء، لان بعد خطرات تعصب تبدا تغوت بلا والو بلا حتى شي حاجه، تنبدات ما عاد الشيء اللي فيا انا ما متحملاه. لما جابش ليا هي ناكل ما ناكلش، قدر من ما جابش ليا كاس ديال الماء باش نشربو ما يمكنش ليا نشرب، ما عنديش كيفاش غندوي، ولا غندير ديك البيكيه ولا هذا ما نقدرش نوصل لكم، تم غادي نخاف نطيح، لانه واحد المره كانت بنتي خدامة ونط مشيت بغيت شي حاجة غادي وطحت، ملي طحت مبقيتش قدرت نوقف، تنبغي نوقف تجرني كلشي تهبطني للأرض، تنعاود نبغي نوقف تجرني، بقيت تنحبو على يدي ورجليا، جيت لسداري تنبغي نوقف ما تنقدرش نوقف. الحمد لله الله سبحانه وتعالى كبير، سلط عليا واحد السيدة جارتنا في دربنا، جات دقات عليا كان الباب محلول، دقات قلت لها شكون دخلي عتقيني، هاد فاش دخلات بدات تغوت قالت لي غندير غادي نهزك، لان الوزن ديالي ما يبقاش اللي غتهزني، قلت لها حاجه واحده غديري هي نعيمه اختي، وهي انا غادي نحط يدي على سداري وتيجي المؤخره ديالي غشدي مني بحال هكا باش شويه، وعاد شدت من دقات فوق سداري. وزن الزائد دالي يعني في نعاسي ما تنقدرش نعس، تنتخنق ما تنقدرش تنتخنق تيطيبني، ما قدرت الكلوس تيطيبني، تينوض ليا حبوب، حتى شي واحد ما يبغي على خو ولا لختو ولا لميمتو ولا هاد الحالة اللي انا فيها، ما نبغي حتى شي واحد. اللهم لك الحمد، الحمد لله. المصروف بنتي هي اللي تتخدم بحال هكا، مايقدرش بحال تجي تخمم ليه ولا هذا، صافي وختي اللي عطاني انا الدار وتتخلص ليا الموطا، وتا هي مره مسكينه تجي لا اله الا الله، تا هي ما خدامه ما والو. الحقيقه وراثي غادي يكون، حيت تقريبا العائله ديال الوالده كلها تقريبا غلاط، ومشي بحال هاد الغلط ديالي انا الوحيده اللي خرجت هكا، وما غلطي يعني وما ركابي صافي، وتيتحركوا تيبقاو تيتحركوا. ما عمرني ما لبست بحال ما تيلبسوا الصديقات ديالي وصحاباتي، وهذا ما عمرني ما تتخيط ليا الوالدة ملي كنا تلبس داكشي مخيط، تشوف بنت لابسة كسوة زوينة صاية زوينة سروال ولا هدا، ملي لبستو ملي كبرت بديت في الجلال، مدة ست سنين ما خرجت ما شفتش الزنقة، ما شفتش ما خرجت ما الوالدة عندي مدة ست سنين، ما عمرني ما شفتها، غير التليفون تتواصل معاها بالتليفون، خاصني يوميا نعيط لها في كل صباح باش نحس بالصوت ديالها. تصوري ست سنين ما تشوفيش اعز الناس لك.
انا راني مغربيه وختكم مغربيه وتتجد لكم نداء لخوتي وخواتاتي وسيدنا ولله سلمى باش يمدوا لي المساعده. حتى انا راه بغيت عييت بابي ربع الحيوط وليت عندي الارهاق وعندي العصب تنقرغوت غير بوحدي. حتى انا بغيت انا نخرج شويه ونشوف الشمس ونشوف الاصدقاء والصديقات.